ازيك يا سمر؟ مين؟ انا باسم. انت عايز ايه؟ وايه اللي فكرك بيا؟ ابوكي خرج من السجن وعايز يشوفك. تحب تجيلنا دلوقتي ولا نعدي احنا ناخدك؟ لا انا هاجيلكوا ولا انتوا هتجولي، ولو حد فيكوا قرب مني انتوا عارفين انا ممكن اعمل فيكوا ايه. حبيبتي احنا سايبينك في حياتك بمزاجنا، لكن ممكن بسهوله ندمرها لك. تعالي عشان المايسترو عايزنا في عمليه مش هتقل عن 200 مليون لكل واحد فينا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.